تفضلوا حيت حيت كاين الزملاء مي فريمون ما كاينش جاهز. شنو الخطوره ديال القوس؟ شنو فيه الخطوره؟ القوس القوس راه هو الجريمه. القوس راه من نخرجوا جريمه. هذوك التواري كاينين من ذاك القرص. هذاك القرص نهار 2007 ثلاثه ربعه تلقات جوج ديال واد مرزق راه الدارك اللي جا دار ذاك صور ذاك الشيء ذاك القرص على صوت السيد وكيل العام اللي صور ذاك القرص هذاك القرص راه مصلحه جريمه هو مصلحه جريمه هو اللي عندنا التصاور دابا ديال في المحضر هو هذاك هذاك القرص هو الجريمه. علاش ما حصلتوش عليه نتوما من الاول؟ لا غادي دابا كنت نتسيد علاش ما خديتوش من الاول؟ ما خديناش ما بغاوش يعطوه لينا ولكن دابا غناخذو ما يمكنش لينا. قلت انا السيد الرئيس باش يعطي الصلاحيه للكاتب بالضبط باش يعطينا القرص من حقنا. قالك واش حنا سي بيرما زميل محترم الله يهديه. شنو يقدر يغير هذا القرص؟ القرص هو الملف. شنو غيقدر يغير؟ راه هو الحقيقه اللي عندنا حنا. هي قلتوا هما هو الصور اللي كاينين. وراه الصور هي فيها القتيله فيها نحيدوا لي الاعضاء فيها بان يدي مقطوعين فيها ان هو هذا هو الصور اللي عندنا في المحضر. هو القرص. هذاك القرص هو الجريمه. هو اللغز. هو اللغز. راه كاين القرص ماشي زعما المحضر ديال الدرك الملكي راه هو اللي عطى الحقيقه. ولكن في 2007 يعني هو الارشيف راه سامعوا مولاة النعناع كان عندنا في المحضر سامعوا جوج الاطراف وداروا في الحلقه النظريه هذا الشيء كان في المحضر وسامعوا الديري الاول والثاني والثالث والمثاله. شكون الشاهد اللي كطلب به السي لحيت كطلب واحد الشاهد في المحضر؟ شكون الشاهدة؟ شاهد شاهدة شاهد كاين ماشي شاهد كاين شهود شهود فعلا عاودوا لنا سميتو كيفاش عارفين القضيه كلها هذوك الشهود داروا يجي يحضروا لانهم من اللي صرحوا المحضر ما يجوش يدير شي حوايج ما كايناش يعني صرحوا هما في المحضر في الاول انهم شهود صرحوا بالمحضر بزاف حوايج حوايج ما قاوش في المحضر يجوا شهود من هنا راهم مصرحين المحضر كله غيستدعاو غيجيو مستعدين باش يشهدوا لان ماشي كنلعبوا هذه راه جريمه قتل بشعه ب 17 عام باقي مخبيه ماشي ميت عادي هذا لا يعقل ميت غيبقى 19 عام وباقي ما بداوش فيه كيفاش هاد الام غتعيش؟ كيفاش هاد الام اللي 19 عام ولدها قاتلينو تيقول لها وهنا 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 فين هو ولدها؟ ها هو هنا لكن كان هناك جابوه واخا يشريو ملايير يجيبوه فين هو؟ استاذ واش نقدروا فين هو؟ ما بقاش ولدها كون جابته لا ميف جاهز كان ميف جاهز الا انه بان لا بان لا ماشي القرص لان زميل المحصر مؤسس سنه مريض خاصو يمشي فرنسا عنده اليوم طياره الله يشافي داك الشيء علاش تاخر منه واش المحافظون عنده السر ديال عندهم كلهم السر ماشي المحافظ ماشي السر عند كل شيء من البداية من 2004 2000 واش هما عارفين الجثه فين مدفونه؟ راه ماشي هما عارفين حنا عارفين راه كتبين راه القرص اللي كيقولوا المحضر تيقول لك هذا دناني التامي 440 دفن في قبر 440 هما عارفين كيفاش تديتينا علاش وهمنا قول لي دابا كبير دابا مثلا كيفاش انت حكم ميت خبره جينيه ياك خبره جينيه ما بلغتوناش خاصهم يبلغونا كاين مقتضيات 63 قال المسطره المدنيه خاص تبلغنا حنا كاطراف لا عيطوا على كل شيء قائد قائد المنطقة المحافظ ديال المقبرة الدراكيين جوج ديال المحمدية جوج ديال الأطباء ديال الدرك الملكي شرعيين ديال دو مارس عيطوا سميتو كل شيء النائب وكيل العام إلا حنا ما مستدعين إلا حنا ما مستدعوناش قلت لها علاش ما مستدعيتوناش المحافظ لأن قال لي لأن خفنا تجيو نتوما والآخرين الآخرين يجيو نتوما تصدموا كيفاش غنتصدموا؟ تصدموا الاخرين اللي ما جيتوش انتوما؟ علاش ما اعتبرتيناش بان احنا جينا الاخرين ما يجيوش؟ استدعينا القانون علاش؟ ملي قلنا لكم عطونا عطينا هاد الجويك 440 ياك مكتوبه في المحضر ياك انت درتي بلاكه وهمتينا وهمتي هاد السلطات كامله علاش بدنا 440 قلنا لي الثاني مدفون في قبر 440 اللي ما بغاوش يوريو لينا 440 هو 440 دخل داخل باش يجيو لنا على الرصيف جو التجديد على جديدة فيها الريحة كريهة ما يمكنش ها زين انا فيها ديكونجي كانت فريكو علاش هاد اللعب كله؟ اسمح لي اسمح لي هاد اللعب شنو هو؟ كيفاش كيفاش غنتلعبوا في هاد البيت؟ في الاخر تيقول لك لا باقي حي ما داروا ليه ما كاينش اخطاء او ما كايناش اخطاء جرائم هذه تستورات ما كاينش اخطاء ما كاينش اخطاء كيفاش اخطاء؟ تجي على بالك فبرك زعما هو اللي يدير الشيء لا لا ما فبرك
يا علاش قالك ياك عنده في السجن 440 ياك وكاين في القرص وفي كل شيء 100 وفي المحضر ديال الدار 440 علاش تزيد درتي بلاك 440 هكا يلا قول لي انت ياك تف سجن معروف ياك تف سجن معروف علاش الدنيا بلاك تما توهمها حيت كانوا كيقولوا حنا ما غنجيش ما كانوش كيتصوروا الله كبير روح الزعما واش قلت تمويا يا استاذ ما كانوش كيتصوروا حنا غنجيب انت علاش فلاش جته شفنا العافيه وشفنا جته دي كونجي اش غيقولوا ابين ابين لا بانت معنا لا فائده بسكرا جزاك الله خير جزاك 12 12 ان شاء الله